الآن الأخبار الليلة من الحدث. طاب مساءكم مشاهدين، أنا لارا نبهان وهذه الأخبار الليلة إليكم أهم ملفاتها. مقتل رئيسي يبقى الخبر الرئيسي. خلف رئاسي موقت وانتخابات بعد 50 يوما، إضافة لتبعات هذه الحادثة داخليا وأقليميا، فيما الجنائية الدولية تطالب باعتقال نتنياهو والسنوار. ولكن قبل أن ندخل في التفاصيل نذهب إلى العناوين. حداد في إيران لخمسة أيام على رئيس وعبد اللهيان، والرئيس المؤقت يقول إن إدارة البلاد لن تتأثر. المعارضة الإيرانية تصف مقتل رئيس بالضربة الاستراتيجية. وفي الأخبار الليلة نبحث تبعات الحادث داخليا وإقليميا ونوويا. نظام الإشارة في مروحية رئيسي كان معطلا أو مقفلا بحسب أنقرة، وظريف يتهم العقوبات بسقوط المروحية الرئاسية الإيرانية. نتنياهو والسنوار وجالنت وهنية والضيف في سلة واحدة لدى الجنائية الدولية، طلبات مذكرة اعتقال بجرائم حرب. لا يزال خبر مقتل رئيسي خبر الساعة واليوم. تساؤلات عديدة وتبعات غير واضحة بعد. المرشد الإيراني علي خامنئي توجه بكلمة أعلن فيها الحداد لخمسة أيام في إيران. في التفاصيل، قتل رئيسي ووزير الخارجية عبد اللهيان وسبعة آخرون في حادث تحطم مروحية شمال غرب البلاد، على أن تقام جنازة رسمية بعد غد في مدينة تبريز. وقبل الإعلان عن مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تسارعت التطورات والأحداث، والسؤال المطروح: ماذا جرى لطائرة الهليكوبتر التي كان على متنها إبراهيم رئيسي ومرافقوه؟ الهلال الأحمر الإيراني قال إن المروحية تحطمت على ارتفاع 2500 متر. هذه الرحلة التي قادته إلى منطقة افتتاح السدين المشتركين مع جمهورية أذربيجان كانت الأخيرة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. ذهاب دون عودة للرئيس الثامن لإيران. فسوء الأحوال الجوية أدى لسقوط طائرة الهليكوبتر التي كان على متنها برفقة مسؤولين بارزين في طريق العودة إلى تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية. حادث تفاعلت معه وسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع فيديو متداولة لفرق الإنقاذ التي سابقت الزمن لمعرفة مكان الحادث وإيجاد حطام الطائرة المفقودة، فيما نقلت الصورة من الداخل الإيراني مشهد التضامن والتآزر مع الرئيس إبراهيم رئيسي، الشخص المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي، وأيضا من قيادات الحرس الثوري. وبعد عملية بحث استمرت لساعات طويلة في منطقة معروفة بتضاريسها الجبلية في غابة ديزمار التي تقع في المنطقة العامة بين ورزقان وجلفة بمحافظة أذربيجان الشرقية، تمكنت فرق الإنقاذ من العثور على طائرة الهليكوبتر منفجرة ومحترقة بشكل شبه تام. إعلان وفاة رئيسي قابلته تساؤلات ملحة تطرح عند شغور منصب الرئاسة في البلاد، فهل سيكون المساعد الأول للرئيس قادرا على أداء وظائفه في المرحلة المقبلة وفق ما تنص عليه المادة 31% من الدستور الإيراني؟
إذن مشاهدينا، نفتح النقاش حول كل هذه التطورات التي وردتنا بين الأمس واليوم مع ضيوفنا طوال هذه الساعة في الأخبار الليلة هنا في الاستوديو. صالح حميد، الباحث في الشأن الإيراني في قناة الحدث، من بيروت الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان، من طهران الدكتور حسين روران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، ومن القاهرة الدكتور عمرو الشوبكي المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مساء الخير لكم ضيوف الكرام، أهلا بكم في الأخبار ليلى على شاشة الحدث. إذن أبدأ مع ضيفنا من طهران. دكتور حسين، مع حضرتك أبدأ. من ناحية يعني اليوم نحن ما زالت الأسئلة تطرح حول الرواية الموجودة لدى طهران، وأيضا تطرح يعني كل النظريات الموجودة على الطاولة، سواء من ناحية من وراء هكذا عملية إذا كان في أحد وراءها أو إذا ما كانت حادثة، أو حتى فعليا ما الذي سيأتي بعدها. اليوم لنبدأ بقراءة عامة، أين تضع هذه التطورات إيران؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني الحكومة الإيرانية أولا أغلقت موقع الحادث وأرسلت مجموعة من المتخصصين في، وكل احتمالات لا زالت واردة يعني أن هذه المروحية أن تكون تعرضت لخلل فني، أو أن هناك خطأ بشري من قبل الطيار، أو أن الأجواء هي كانت السبب على سبيل الافتراض، أو أن انفجارا ما قد حدث. كل هذه الاحتمالات تبقى قائمة، ولم تنفي الحكومة أي احتمال، ولكن الحكومة لا تذهب إلى أي احتمال، تقول أن كل الأمور مرهونة بلجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة لمعرفة أسباب الحادث. وهذه المجموعة ذهبت إلى المكان، و بعد إجراء بعض الاختبارات اللازمة سمحت بنقل الجثامين إلى مدينة تبريز من دون أن تسمح بأي تغيير في مشهد سقوط الطائرة لحد الآن. طيب أستاذ عمر، يعني فعليا دكتور، يعني الآن ما زالت التفاصيل العسكرية والتقنية تطرح، وما زالت الأمور يعني تظهر شيئا فشيء. فعليا اليوم هل أي من السيناريوهات التي حكيت بشكل رسمي من إيران حول ماذا حصل مع الطائرة هي سيناريوهات مقنعة لمن لديهم يعني سواء خبرة عسكرية أو معلومات عسكرية حول يعني كيف يمكن أن تقع طائرة هليكوبتر بهذه الطريقة؟ السؤال موجه لي. مساء الخير عليك وعلى الزملاء الضيوف. نعم، أهلا فيك دكتور. مساء الخير عليك وعلى الزملاء الضيوف والسادة المشاهدين. يعني طبعا أنا متفهم تماما أنه لازلنا في، يعني لم تقل لجان التحقيق كلمتها بشكل يعني قاطع ونهائي. هذا الحادث، المؤشرات الأولى، أو دعيني أقول ربما تكون راجحة، هي في اتجاه إما خطأ بشري أو خلل في الطائرة. طبعا مدهش أن يعني أن تكون، أن يسمح للطائرة الرئاسة في مثل هذه الأجواء الصعبة، التضاريس الصعبة، الظروف الصعبة، أن يعطى لها إشارة بالتحرك والتنقل في هذه المنطقة. لكن على المستوى السياسي أو على المستوى المؤشرات السياسية، الرئيس الراحل الإيراني هو جزء في الحقيقة من المنظومة الحاكمة، يعني بمعنى أنه إذا يعني قدر أنه هذا الحادث بفعل فاعل أو هناك أطراف دبرته، فهي ليس من الوارد في تقديري أن تكون من داخل النظام أو من داخل المنظومة، لأنه هو يعني يكاد يكون حد متطابق معها، بالإضافة إلى أنه هذا النوع من التصفيات يعني يعني غير متداول داخل النخب الحاكمة في إيران يعني منذ الثورة وحتى الآن، وبالتالي لازلنا أقرب لأن يكون الحادث هو يعني خلل تقني
سوء تقدير داخلي، أسباب محتاجين أن نبحثها في خروج الطائرة؟ يعني هذا سؤال مهم، كيف تخرج طائرة الرئاسة في مثل هذه الأجواء الصعبة؟ يعني بالفعل ما زال في كثير من الأسئلة تطرح. أستاذ إبراهيم ضيفنا من بيروت، يعني إلى الآن هناك يعني دول أعلنت حداد لأيام منها لبنان، ولكن فعليا إذا ما أردنا أن نقرأ في يعني فعليا تأثر الأطراف اليوم المحسوبة على إيران داخل لبنان حتى حزب الله بشكل أساسي بهكذا تطور اليوم، هل هكذا تطور يؤثر على الوضع الداخلي أم لا؟ هل يؤثر على القرارات العسكرية وحتى ربما السياسية؟ أولا مساء الخير لك وللضيوف وللمشاهدين. سؤال مهم لارا هذا بهذا السياق، لأن الضربة الكبيرة أيضا في هذه في سقوط مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي كان بغياب وجه الدبلوماسية الإيرانية وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الذي يتولى التواصل مع الفصائل التي تتحالف أو تعمل مع إيران في المنطقة ومن ضمنها حزب الله في لبنان، وكان له زيارتين إلى بيروت بعد عملية طوفان الأقصى وبدء الحرب في غزة، التقى فيها مع أمين عام حزب الله. كانت الزيارة الأولى تتعلق ببداية الحرب والتريث لرؤية المشهد الأوسع، والزيارة الثانية كانت لتثبيت الزيارة الأولى أي بعدم توسيعة الحرب. اليوم إيران فقدت أحد أبرز وجوه التواصل مع فصائلها وأذرعها في المنطقة. كذلك الأمر فإن الخارجية بقيادة عبد اللهيان كانت تخوض مفاوضات مع الولايات المتحدة غير مباشرة في سلطنة عمان، وأخرى أيضا غير مباشرة في نيويورك. في عمان كان يحضر اليوم علي باقر كني الذي عين اليوم لتيسير أو لتصريف أعمال وزارة الخارجية، وفي نيويورك مندوب طهران سعيد إرواني الذي سبق وشغل منصب نائب مجلس الأعلى الأمن القومي. اليوم ما حصل سيؤخر البت بالتفاصيل وبالملفات بسبب الإجراءات التقنية والدستورية التي ستتخذها إيران خلال الأيام المقبلة، إذ كانت المفاوضات في سلطنة عمان بحسب المعلومات تقدمت كثيرا في الأيام الأخيرة، وهذا يعني اليوم تعليق هذه المفاوضات، وإلى حين عودة انتظام المؤسسات في إيران وإعادة انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة ستكون الولايات المتحدة دخلت في مرحلة الانتخابات، وهذا يعني أن المفاوضات من الأرجح أن تتوقف، وهذا ينعكس بلا شك على وضع إيران في لبنان خصوصا مع حزب الله وبحث ملف الحرب والحدود وكذلك وقف إطلاق النار في غزة. يعني كل هذا كان مرتبطا بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية بشكل أو بآخر، وفي أيضا في سياسة إيران في المنطقة، وهذا كله تأثر بغياب وجه عبد اللهيان وعودة والفراغ السياسي الذي تركه وفاة إبراهيم رئيسي. صالح، يعني فعليا الآن هناك نائب الرئيس سيتولى الرئاسة، تم تعيين اختيار علي باقري للخارجية، في أسماء غابت عن الواجهة، ولكن بنفس الوقت كان كلام المرشد لافت بالأمس أن أمور البلاد تسير بشكل طبيعي. هل فعليا يمكن لأمور البلاد أن تبقى تسير بشكل طبيعي، لا سيما من ناحية السياسة الخارجية ومن ناحية ما تحدث عنه مثلا أستاذ إبراهيم حول أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، أي مفاوضات مع أطراف أخرى؟ هذا ممكن أن يستمر مع هكذا ضربة كبيرة؟ نعم، لأنه كما صرح المرشد الأعلى أنه لن يكون هناك خلل في إدارة البلاد، هذا أيضا ما قال به محمد مخبر نائب الرئيس المكلف بحكومة تشبه تصريف الأعمال إلى غاية بعد 50 يوم التي ستجري فيها انتخابات، لأنه من الناحية الدستورية هناك حل، ستكون هناك انتخابات والحكومة التي تأتي ستخلف وستسد هذا الفراغ، وفي هذه الفترة تم تعيين رئيس مؤقت، يعني محمد مخبر نائب الرئيس بمثابة رئيس تصريف أعمال، ووزير الخارجية يقوم بمهامه نائبه علي باقر كني، وهو بالمناسبة يعني كبير المفاوضين. لكن
السؤال الآن هو حول يعني شكل الحكومة المقبلة، إذا ما كان المرشد الأعلى الذي يملك كل مفاتيح الأمور وهو الذي يقرر السياسة الداخلية والخارجية للبلاد، إذا ما كان يريد الاستمرار على نفس النهج، لأنه هذه الحكومة كانت هي الأقرب إلى طموحه، حكومة ترفع شعار الثورية، ترفع شعار الاقتصاد المقاوم، ترفع شعار عدم الاتكاء على الغرب، تنتقد سابقاتها، فهي كانت أقرب حكومة إلى المرشد. وفي هذا العهد أصبحت كل مؤسسات الدولة من الحكومة إلى البرلمان، مجلس صيانة الدستور الذي سينظم عملية الانتخابات، كله من لون واحد من الأصوليين المتشددين. هذا هو السيناريو المتوقع، إلا إذا ما حدثت تغييرات وأراد المرشد الأعلى تغيير سياسة الحكومة، لأنه هذه السنوات الثلاث صحيح أن هذه الحكومة كانت الأقرب إليه من ناحية الأيديولوجية، من ناحية السياسية، وكانت تنفذ توجيهاته وتعليماته بالحرف، سواء بالسياسة الخارجية أو السياسة الداخلية، ولكنها لم تؤتي بالنتائج المرجوة. والآن البلاد تواجه مشاكل داخلية كثيرة من ناحية المعيشية والاقتصادية، وتواجه السياسة الخارجية مأزق وصول المفاوضات مع الولايات المتحدة إلى طريق مسدود بعد عامين من المفاوضات، لم تعد الولايات المتحدة تحت إدارة بايدن إلى الاتفاق، وليس هناك أفق في الوصول، وهناك اقتراب أيضا للانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل. ربما هذا السيناريو الآخر المطروح أنه المرشد قد يلعب بورقة التيار الإصلاحي، لكن ليس الإصلاحيين التقليديين، ربما الأصوات المعتدلة من فريق روحاني وظريف الذين سارعوا اليوم بإرسال رسائل التعزية كنوع من إشارات يعني لاستعدادهم لدخول الساحة السياسية، إذا ما سمح بترشيحهم من قبل مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه أيضا الأصوليين المتشددين. هذا كله يعني سيتبين خلال هذا الشهرين، إما أن تبقى الحكومة التي توصف بالثورية التي تريد العودة إلى مبادئ الثورة، أو أن المرشد الأعلى ستقتضي المصلحة أن يكلف فريقا آخر ربما من المعتدلين لإجراء المفاوضات و يعني إجراء بعض التعديلات في السياسة الخارجية وفي الأوضاع الداخلية. وفعليا ظريف لم يكتفي فقط بالتعزية، بل أيضا يعني وضع اللوم على العقوبات، وهذه النقطة أكيد لاقت استجابة من النظام الإيراني. على كل حال هذه نقاط أخرى أيضا سنناقشها معك صالح ومع ضيوفنا الكرام، ولكن نذهب إلى أخبار أخرى كذلك نتطرق إليها، حيث إذن كلف المرشد الإيراني علي خامنئي النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر بتولي مهام الرئاسة، وذلك عملا بالمادة 131 من الدستور الإيراني الذي يحول السلطة التنفيذية لمخبر في ظل غياب الرئيس. وقال خامنئي إنه يتعين على مخبر العمل مع رئيسي سلطتين التشريعية والقضائية لإجراء انتخابات رئاسية جديدة في مهلة لا تتخطى 50 يوما، يقوم فيها الرجل بالترتيب للانتخابات بالتنسيق مع رئيسي السلطتين. وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إن مخبر عقد بالفعل اجتماعا طارئا معهما، فيما سيتولى علي باقيري تسيير أعمال وزارة الخارجية وفق ما ذكره المتحدث باسم الحكومة الإيرانية.
وأيضا قبل أن نتابع نقاشنا ينضم إلينا في مداخلة سريعة من واشنطن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون. سيد جون أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي الأخبار الليلة. الولايات المتحدة قبل قليل قالت أنه هي لا تعلم أسباب سقوط طائرة الهليكوبتر الخاصة بالرئيس ووزير الخارجية الإيرانيين. لماذا ذهب الولايات المتحدة مباشرة للتبرير بوقت أنه حتى الآن ليس هناك أي رواية رسمية إيرانية تتهم أمريكا؟ لا أعرف ما الذي دفع إدارة بايدن لقول ذلك، وصراحة أنا لا أفهم الكثير من سياسات إدارة بايدن. ربما الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن حكومة إيران لم تدلي ببيان إلى الآن حول أسباب الحادث، وربما يحاولون التعرف على من يلقون اللوم أم هل يعرفون. من المثير جدا أنهم كانوا صامتين حول الموضوع إلى الآن، وهذا يظهر درجة قلقهم داخل إيران. بلا شك هذه الحادثة فاجأتهم بشكل كبير، وهم قلقون جدا من العواقب الداخلية. فعليا ما المخاوف التي يمكن أن تكون موجودة سيد جون الآن سواء لدى الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى حول الوضع داخل إيران؟ أعتقد بأن المسألة هنا هي تخص درجة استقرار حكومة الملالي. المعارضة داخل إيران قوية كما كانت منذ عام 79، وأعتقد بأن وفاة الرئيس رئيسي والذي كان يعد على يكون خليفة لآية الله خامنئي تركت النظام بثقب كبير جدا في قلب النظام. آية الله خامنئي في عمر متقدم، صحته ليست جيدة، وكانوا قلقين حول من يخلفه، والآن على الأقل أحد المنافسين الكبار لهذا المنصب، ربما المنافس الرئيسي لخلافة خامنئي، توفي ومن دون أي خطة بديلة داخل إيران. لذلك أعتقد بأن هنالك ضغط كبير على قمة النظام داخل إيران، وقد تتسبب بانشقاقات تضع النظام تحت الخطر. طيب، ولكن بنفس الوقت هناك قول الآن سيد جون يقول أنه سواء لخلافة المرشد هناك دائما أسماء أخرى تحضر في الخفاء وليس فقط ما نعلمه نحن سواء ابن المرشد أو رئيسي. وأيضا كذلك هناك ما يقول أنه هاتين الشخصيتين اللتين قتلتا بالأمس في هذه الحادثة، عبد اللهيان ورئيسي، ليس صاحبي قرارات كبيرة داخل إيران بما أنه القرار السياسي لدى المرشد. ألا يشكل هذا الأمر كذلك يعني نقطة يجب توقف عندها، أنه فعليا لا دور لهما سياسي كبير كما يعني هناك قلق عنه؟ بلا شك أن المرشد الأعلى هو المرشد الأعلى، ولكن المغزى هو أن رئيسي كان يمكن أن يكون خليفة لخامنئي. ابن خامنئي كما قلت أيضا يريد المنصب، ولكن والده ليس متشوق لخلافته، ولهذا رئيسي ضمن الفوز بالانتخابات الرئاسية السابقة. ففي هذه الفترة التي يبحث فيها النظام عن الطرق لتعزيز استقراره فقد واجه ضربة قوية. ليس رئيسي اليوم هو الشخصية المهمة أو الكبيرة، ولكن ربما كان يصبح ذلك لو أصبح المرشد الأعلى، ولكنه الآن توفي. طيب، بهذه الحالة مع وجود كل هذه المعطيات سيد جون، هل حضرتك تعتقد أنه ما حدث هو حادث فعليا أو هي هناك أيادا خفية وراء هذا الموضوع؟ ليست لدي أي معلومات عن الموضوع أيضا، ولكن مسألة كبيرة جدا أن يموت الرئيس بتحطم مروحية داخل أراضيه، والأمر المدهش الآخر هو أن هنالك مروحيتين أخرتين في نفس الموكب تركت تلك المروحية تسقط وعادت إلى قاعدة إيرانية. فالكثير من الأمور غير منطقية، خاصة مع الحماية التي يجب أن توفر إلى رئيس أمريكا على سبيل المثال. فمع إبراهيم رئيسي كانت الحماية متواضعة جدا، وكما قلت الصمت
النظام الإيراني، وعدم القول هو خطأ من الطيار أو فشل ميكانيكي من المروحية أو أن أمريكا وإسرائيل أو المشتبه بهم المعتادين، حقيقة أنهم لم يدلوا بأي تصريح. هذا الأمر يوضح إلى وجود بعض الغموض والقلق وافتقار الحكومة تحت إدارة المرشد الأعلى لضبط الأمور خلال هذه الأوقات، وهذه مسألة خطيرة. سؤال أخير، كيف تعتقد أن ذلك سيؤثر على العلاقات الأمريكية الإيرانية وعلى ما يشاع بأن هناك يعني مفاوضات من خلف الستار جارية بين الطرفين، مع لا سيما مقتل عميد دبلوماسية يعني بإيران وليس فقط الرئيس؟ أعتقد بأن إدارة بايدن وسياستها تجاه إيران ضعيفة وغير فعالة. ما يجب أن تفعله الولايات المتحدة هو دعم الطموحات الشرعية للشعب الإيراني من أجل التخلص من هذا النظام في طهران، وهذا ليس ما يفعله بايدن، ولكن هذا هو أو هكذا يجب أن يكون موقفنا. يجب أن تكون السلطة للشعب وليست للملالي. شكرا لك ضيفنا من واشنطن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون. عودة مشاهدينا إلى ضيوف هذا المساء، وأعود إلى ضيفنا من طهران الدكتور حسين رويفاران، أستاذ علوم سياسية في جامعة طهران. دكتور حسين، أهلا بك من جديد. ويعني أتوقف معك عند بعض الكلام الذي قاله بولتون، أهمية أيضا الرئيس رئيسي ليست فقط بأنه رئيس البلاد، وإنما أيضا كان من الأسماء المطروحة لخلافة المرشد الأعلى. فعليا كم اليوم هناك دور سياسي كان لرئيسي في هذا الإطار، وتحضير لرئيسي لهذا المنصب، وما هي الأسماء الباقية هنا للخلافة؟ يعني أولا في المرجعية الشيعية بشكل عام ليس هناك قاعدة توريث. يعني الإمام الخميني توفي وكان حفيده مجتهدا، ولكن لم يكن هناك توريث. في موضوع السيد الخامنئي أيضا التوريث غير مطروح أساسا، وحتى في الخطاب الذي يطرح أن مرشد الثورة كان يحضر أنه السيد رئيسي لتبوأ هذا المقعد، وهذا الاحتمال أنا أقول وارد، يعني يتناقض مع عملية التوريث، وأن المرشد يريد أن يعني يجعل ابنه مجتبى هو الخليفة. يعني هو أراد أن يعني بالنهاية أراد أن يكون هناك توريث أو أراد أن يصل إلى رئيسي، يعني هذا، لأن الأمرين يتناقضان. السيد رئيسي كان يحمل نعم بصمات يمكن أن يكون، ومن خلال رئاسة الجمهورية وتجربة الحكومة كان يمكن أن يكون أحد المرشحين، ولكن أساسا تعيين المرشد هو يبدأ عندما يتوفى المرشد الموجود، ومجلس الخبراء هو الذي يحدد. من هنا لا يمكن أن نتكلم عن تحديد قبل حدوث الوفاة، وهذا الموضوع موكول بمجلس فيه وجهات نظر مختلفة، فيه علماء مختلفون، ويمكن أن يكون الانتخاب هذا الشخص أو ذاك الشخص. من هنا أتصور أن الموضوع رغم أنه يعني موضوع التوريث، يعني من الاستخلاف من سيكون أنه مرشدا موضوع مهم، ولكن القانون في إيران أوكله إلى فترة زمنية ليست هي الآن. بس دكتور حسين، يعني اليوم كل دولة تتحضر لكل السيناريوهات، وأيضا منصب المرشد ليس منصبا بسيطا، وبالتالي يحتاج إلى تحضير أو على الأقل إلى مرشحين. نحن لا نتحدث عن الوفاة، ولكن نسأل عن المراحل القادمة. بكل حال هذا الكلام صحيح إذا سمحت لي. تفضل. يعني الإمام الخميني الذي قاد الثورة وأسس النظام وله موقع متقدم على يعني مرشد الثورة حاليا، توفي من دون أن يعين أحد، ومجلس الخبراء هو الذي اختار المرشد الحالي من دون أن يكون هناك تعيين مسبق. طيب صالح حميد ضيفنا في الاستوديو، يعني كيف ننظر إلى هذه النقطة بالذات، موضوع الخلافة وموضوع دور رئيسي السابق حين كان موجود بأنه قد يكون من الأسماء المرشحة؟
أولا ما تفضل به السيد رويران صحيح من الناحية النظرية، يعني وفق الدستور مجلس الخبراء هو الذي يختار المرشد المقبل من بين أسماء رجال دين وفق شروط حددها الدستور، أنه يكون عالما مجتهدا عادلا وصاحب رسالة وفق الفقه الشيعي. هذا من الناحية النظرية، ولكن من الناحية العملية هذا لم يطبق عندما تم اختيار السيد خامنئي عقب وفاة روح الله الخميني مؤسس الثورة والمرشد الأول، لأنه كان من المقرر أن يتم اختياره وتم التصويت عليه في مجلس الخبراء أن يقود مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر ثم تجرى انتخابات لاختيار المرشد، لكنه بقي مرشد لحد الآن. هذا من ناحية، من ناحية العملية نتحدث السياسة الواقعية في إيران ومراكز صنع القرار. الآن من تحدث عن قضية التوريث هو مير حسين موسوي رئيس الوزراء السابق في عهد الخميني المرشد الأول، وكان المفضل لديه والمقرب منه، والآن تحت الإقامة الجبرية، وحذر في بيانات صريحة من قضية بصريح العبارة توريث علي خامنئي لنجله مجتبى للتوريث، وذكر أمثلة على ذلك. ليس فقط مير حسين موسوي، سياسيين كبار من داخل إيران تحدثوا عن هذا وقالوا أنه منح درجة الاجتهاد لمجتبى قربه من الحرس الثوري من مراكز صنع القرار، كلها تمهيد عملي سياسي لقضية توريثه لوالده. بالطبع هناك أسماء أخرى مطروحة، حتى مجلس الخبراء قال أنه هناك لجنة سرية شكلت وتتداول أسماء مرشحين لم يعلنوا عنها أي شيء، ولكن هذا للحفاظ على شكليات الدستور. لكن الدستور شيء وما يحدث من القوانين، يعني حتى بالنسبة للانتخابات مثلا، انتخابات الدستور ينص على أن كل الأحزاب والتيارات لديها الحق، لكن عمليا مجلس صيانة الدستور يفلتر المرشحين بشكل أنه فقط هم الأنصار النظام الدائرة المقربة هم الذين يسمح لهم بالترشيح. فالناحية في الدستور شيء، وهذا أيضا محل نقاش كبير داخل إيران حتى في أوساط السلطة وأجنح الموجودة داخل السلطة، الذين يتهمون مجلس صيانة الدستور بأنه أفرغ أي مفهوم للديمقراطية من محتواها في داخل إيران. دكتور عمر، إذا ما عدنا كذلك للتفاصيل الأخرى التي لدينا الآن، نحن نتحدث عن أن رئيسي هو رابع رئيس يتعرض لحادث من هذا النوع، حادث هليكوبتر. تحدثنا عن 3 رؤساء بأوقات سابقة حصلت معهم، وتحدثنا عن حوادث هليكوبتر حصلت مع عسكريين ومسؤولين آخرين ليس على هذا المستوى، لكن حصلوا بأشهر ماضية. اليوم ما الذي يمكن يعني وضعه من تحليل وقراءة لهذا المشهد من هذه الناحية؟ وجود كثرة الحوادث، كثرة المشاكل من هذا النوع، بوقت أنه لدينا مشهد آخر، إيران تقول إنها دولة قوية عسكريا، إيران تقول إن لديها أذرع عسكرية في دول كثيرة بالمنطقة. يعني كما قلت في البداية، من الناحية النظرية يفترض أن يكون الرئيس الراحل هو جزء من هذه المنظومة، منظومة الإدارة، منظومة المرشد، ويكاد يكون من المتطابقين معها. فعادة مثل هذه الحوادث التي تكون عليها علامات استفهام كثيرة هي تكون موجهة إلى شخص أو إلى رئيس يمثل تهديد لهذه المنظومة الحاكمة، لديه آراء إصلاحية جذرية، يختلف مع قوة صلبة داخل هذا النظام، وهذا لم يكن حادث في تجربة الرئيس إبراهيم رئيسي. لكن بالمقابل، رغم أنه هذا من الناحية النظرية واضح، إنما بالمقابل هناك يعني علامات استفهام كثيرة على هذا الحادث. يعني هناك كما أشرنا مسألة التوقيت، مسألة الخروج في هذا الوقت،
لكن دعيني أقول إنه في كل الأحوال النظام السياسي الإيراني حسم أمره منذ عام انتخابات 2009 يعني التي فاز فيها أحمد نجادي وخسر حسين موسى موساوي هذه الانتخابات. انتهت فكرة الإصلاحيين الذين يمكن أن يترشحوا في انتخابات وينافسوا التيار المحافظ، وأقصد إصلاحيين حقيقيين لديهم رؤية إصلاحية حقيقية، وأصبحت المشروع السياسي عقب الانتفاضة التي شهدتها في عقب إعلان نتائج انتخابات 2009 و2010 الانتفاضة الإيرانية الواسعة، انتقل النظام إلى منظومة إما تقبل إصلاحيين متعاونين مع التيار المحافظ أو قريبين منهم، حتى يصفهم البعض بأنهم محافظين بشرطة على طريقة روحاني، واختفت نموذج خاتمي ونماذج الإصلاحية من انتخابات 2009، وأصبحنا طوال منذ 2010 وحتى 2024 أمام تيار محافظ كما قيل مهيمن على المنظومة السياسية، وحتى البدائل التي يمكن أن تطرح في 50 يوم لا أتوقع أنها ستخرج عن هذا الصندوق الذي يدير البلاد، إنه ومتمثل في الاتجاه المحافظ، مسألة منظومة حكم المرشد الأعلى، وهي كلها الثوابت التي يدور يعني حولها المؤسسات الثلاثة الرئيسية: مجلس خبراء القيادة، مجلس صيانة الدستور، ومجلس تشخيص مصلحة النظام. أستاذ إبراهيم، من ناحية البدائل المنتظرة بعد 50 يوماً، هل تعتقد أنه مثلا لبنان أو الدول الأخرى التي تعتبرها إيران أذرعا عسكرية لها، هل تنتظر هذه البدائل، أم أن الأمر بالنسبة لهذه الدول مرتبط بجهاز آخر، وهنا نتحدث عن الحرس الثوري؟ بلا شك الحرس الثوري هو الذي يدير أو ينسق أو يوجه عمليات الفصائل والأذرع المتحالفة مع إيران أو المنضوية تحت العمل مع فيلق القدس في الحرس في منطقة الشرق الأوسط، كان في لبنان أو في سوريا أو اليمن أو العراق وغيرها أيضا من البلدان. بالعادة الحرس الثوري والدولة العميقة هي التي تهتم بالنفوذ العسكري لإيران في المنطقة. وإن كنا نعود بالتاريخ قليلا، يعني حين كانت حكومة حسن روحاني التي كانت تسمى حكومة إصلاحية، كان النفوذ الإيراني في المنطقة في أوجهه، على عكس اليوم. يعني بعد رئيسي صارت العمليات نوعا ما أهدى، خصوصا ناحية الدول العربية بعد اتفاق بكين وغيره. يعني لا يرتبط بوجه الحاكم أو الرئيس في إيران على قدر ما هو مرتبط بقرارات المرشد والدولة العميقة التي يهيمن عليها الحرس الثوري وضباط الحرس الذين يرسمون الإطار السياسي لأذرع إيران وسياسة إيران الخارجية وكيفية التعاطي مع الملفات الخارجية. من هذا المنطلق نستطيع أن نقول أن السياسة الإيرانية في المنطقة أو في الخارج لن تتأثر كثيراً إلا في بعض النواحي التي تتعلق بالمفاوضات التقنية والتفاصيل السياسية، لكن من حيث النفوذ الإيراني ومن حيث الأذرع الإيرانية كان في لبنان أو في غزة أو حتى في سوريا والعراق لن يتأثر هذا القرار بشكل كبير، بسبب أن قيادة الحرس هي التي ترسم الخطوط العريضة والخطوط الرفيعة أيضا وحتى أدق التفاصيل لهذه الأذرع. طيب، أيضا ضيوفي أدعوكم للبقاء معنا، سنذهب كذلك إلى مزيد من الأخبار التي تريدون تبعا أكيد حول التطورات الإيرانية، حيث كان النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر قد عقد اجتماعا استثنائيا اليوم مع رئيسي سلطتين التشريعية والقضائية بعد إعلان وفاة رئيس البلاد ومرافقين له في تحطم طائرة هليكوبتر بشمال غرب البلاد. وقالت وكالة تسنيم إن الاجتماع أكد على ضرورة استمرار تعاون السلطتين مع نائب الرئيس مخبر للقيام بمهام السلطة التنفيذية. إلى ذلك قال المجلس الاستراتيجي الإيراني للعلاقات الخارجية إن مسار السياسة الخارجية سيستمر بكل قوة. ووصف الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر ما تعرض له الرئيس السابق إبراهيم رئيسي بالحادث الخطير والمؤسف لجميع الإيرانيين، مضيفا أن إدارة شؤون البلاد لن تتأثر بموت رئيسي.
هذا حادث خطير ومؤسف لنا جميعا، لقد خلف في نفوسنا كثيرا من الأسف والأسى، ولكن فيما يتعلق بإدارة الشؤون الحالية للبلاد على الناس أن يدركوا أنه لن يكون هناك أي انقطاع. قال المجلس الاستراتيجي الإيراني للعلاقات الخارجية إن مسار السياسة الخارجية للبلاد سيستمر بكل قوة بتوجيهات من المرشد الإيراني علي خامنئي، بحسب بيان للمجلس عقب إعلان وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث سقوط الطائرة. هذا ونقلت وكالة إرنا عن رئيس الأركان الإيراني محمد باقر قوله إن القوات المسلحة مستعدة لتقديم أي دعم للحكومة تحت مسؤولية نائب الرئيس محمد مخبر. وأضاف باقر أن القوات المسلحة الإيرانية ستظل إلى جانب الحكومة وفي خدمة الشعب. قررت 4 دول إعلان الحداد العام على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان. أولى الدول التي أعلنت الحداد العام هي باكستان، تلاها لبنان الذي أعلن تنكيس الأعلام والحداد مدة 3 أيام، حاله حال سوريا. أما الحكومة العراقية فاكتفت بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ليوم واحد فقط. اعتبر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض أن مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية يمثل ضربة استراتيجية من العيار الثقيل للنظام في إيران، متوقعا أن الحادثة ستتسبب في أزمات داخل السلطة التنفيذية. وقالت مريم رجوي رئيسة المجلس إن لعنة الأمهات والمطالبين بمقاضاة المتورطين في سفك دماء الأبرياء ستلاحق سفاح مجزرة عام 1988 في إشارة إلى رئيسي. ويتهم المجلس رئيسي بأداء دور أساسي في إعدام آلاف السجناء السياسيين من بينهم أعضاء من مجاهدي خلق في عام 1988 عندما كان نائب المدعي العام في طهران. عودة إلى ضيوفنا هنا في الاستوديو، صالح حميد باحث في الشأن الإيراني في قناة الحدث، من بيروت الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان، من طهران دكتور حسين روي وران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، ومن القاهرة دكتور عمرو الشوبكي المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بكم من جديد. إذا عودة إلى ضيفنا من طهران دكتور حسين، الآن يعني ما يطرح من خيارات وحتى كذلك من ربما صراع أجنحة قد يعود إلى الواجهة. نتحدث أولا عن انتخابات قادمة، سؤال كبير حول ما إذا سيكون هناك عودة للإصلاحيين والمعتدلين مثلا إلى المشهد. رأينا تصريحات محمد جواد ظريف اليوم فيما فهم أنه هي رسالة، أيضا صالح كان يقول أنه هي يعني رسالة للمرشد بشكل أساسي. وأيضا يسأل كذلك عن إمكانية والتشجيع الموجود للذهاب إلى انتخابات جديدة بعد ما رأيناه بالجولة الثانية قبل أيام 8% كانت نسبة التصويت في طهران، وبالتالي هل إيران مستعدة للذهاب إلى انتخابات؟ يعني طبيعي أن إيران مستعدة للذهاب إلى انتخابات، هذا شأن دستوري واستحقاق لا يمكن القفز عنه. و في التجارب السابقة أيضا عندما حدث ما كانت الاستحقاقات الدستورية تحترم، حتى الآن مع
رحيل السيد رئيسي، الانتخابات البرلمانية تمت خلال الشهرين الماضيين، وجولة الإعادة كانت قبل 10 أيام، وافتتاح البرلمان في بداية الأسبوع القادم، والإعلان الرسمي هو احترام المواعيد وافتتاح البرلمان في موعده رغم هذه الحادثة التي حدثت. هل في هذه الانتخابات سيكون هناك تنافس بين التيار الأصولي والإصلاحي؟ هذا الاحتمال يبقى قائما في كل الانتخابات الإيرانية، لأن هذان التياران هم أساس النظام السياسي في إيران، ولكن التيار الإصلاحي فقد الكثير من بريقه في فترة حكم السيد روحاني خلال 8 سنوات، لأن التضخم ازداد بشكل غير مسبوق، وكان هناك ركود اقتصادي، بطالة إلى آخره، في حين أن ما قام به السيد رئيسي خلال السنوات الثلاث التي قضاها في رئاسة الجمهورية كانت يعني مختلفة إلى حد ما، لأن إيران خرجت من حالة الركود الاقتصادي، أصبح النمو يصل إلى نسبة تتجاوز 4%، البطالة قلت نسبيا، من هنا إيران أو الشعب الإيراني يريد شخص يحاول أن يطرح مشروع اقتصادي يجعل أو يقوم بحل المشاكل الاقتصادية القائمة في البلاد، سواء كان إصلاحيا أو كان محافظا. صالح، يعني كيف ترى رد الدكتور حسين؟ يعني فعليا اليوم في مكان لكل هذه الأطراف وفي إمكانية لإقبال على انتخابات؟ يعني بالنسبة للشارع الإيراني، رأينا في الاحتجاجات خلال السنوات القليلة الماضية أن الناس تجاوزت مرحلة تبادل الأدوار بين الإصلاحيين والأصوليين المتشددين، لكن بالنسبة للأرقام، الإصلاحيين في الواقع هم الذين أنعشوا الاقتصاد من خلال الاتفاق النووي بالدرجة الأولى، مليارات الدولارات جلبها روحاني وظريف إلى خزينة الدولة، وبالرغم أنه كل الأصوات كانت ضدهم وعملت الكثير، رغم أنه الرئيس ترامب خرج من الاتفاق النووي، الآن حكومة رئيسي هي من تواجه تحديات، لأنه العملة منهارة، يعني كانت في عهد روحاني يعني 25 إلى 30 ألف أقصى شيء وصلت إليه، 25 ألف تومان مقابل الدولار، الآن يعني 60 ألف، يعني ضعف انهيار ومضاعف، حالة تضخم، إضرابات عمالية كل يوم يعني مستمرة في إيران. إذن من ناحية الأداء الاقتصادي الأرقام تظهر عكس ذلك، لكن هذه الحكومة التي توصف بأنها في الواقع حكومة المرشد، لأنه كل مواصفاتها، وكان يعني يعمل ويأمل أن تأتي هكذا حكومة منذ سنوات، لم يكن راضيين عن الحكومات الإصلاحية، حتى حكومة أحمد نجاد في البداية رضي عنها، بعد ذلك انقلبت على المرشد، لكن هذه الحكومة تنفذ رغبات المرشد، سواء بالنسبة لشعاره حول الاقتصاد المقاوم، عدم الاعتماد على الغرب، أو العودة إلى المبادئ الثورية، الحفاظ على ما يعتبرها النظام مكتسبات، سواء في الداخل من حيث سيطرة الحرس الثوري والمتشددين على السلطة، أو النفوذ الإقليمي أيضا الآن، لكن الأشخاص أيضا مهمين، يعني إبراهيم رئيسي يتمتع كم بصلاحيات لم يتمتع بها أي رئيس قبله، لا روحاني ولا حتى أحمد نجاد، أيضا حسين عبداللهيان يذهب إلى بيروت ويلتقي بمن يشاء بنصر الله في دقائق وبرأسه، هذا لم يتح لظريف، عندما جاء بشار الأسد مثلا إلى طهران لم يخبروا ظريف بذلك، وظريف قدم استقالته وبعد أرضوه بعد ذلك وعاد وتراجع عن الاستقالة. إذن مهم جدا، يعني حتى بعض الأصوات المقربة من الحرس الثوري تصف يعني فقدان حسين أمير عبد اللهيان كفقدان في ميدان السياسة والدبلوماسية بالنسبة للنظام، بالنسبة لسياسات النظام، كونه يمثل سياسات المرشد الخارجي، كفقدان قاسم سليماني بالنسبة للعسكر والحرس الثوري. أستاذ إبراهيم، ضيفنا من بيروت، بما أنه تحدثنا عن زيارات عبد اللهيان كانت المتكررة إلى
لبنان لقاءاته مع نصر الله، إلى جانب كذلك اللقاءات الرسمية التي كان يجريها. فعليا يعني هل كانت العلاقة بالنسبة لي يعني حزب الله أو ما يقوله الآن لديها يعني بعد آخر مع عبد اللهيان لم يكن موجودا أكيد لا مع ظريف أو مع أطراف سياسية أخرى بالسلطات الإيرانية؟ نعم بلا شك، يعني كان عبد اللهيان أولا هو شخصية مقربة من الحرس الثوري، وكان مقربا أيضا من قاسم سليماني قبل أن يغتال الأخير في بغداد مطلع 2020. عبد اللهيان على صلة وثيقة بالحرس الثوري، وبطبيعة الحال فهو بالتالي على صلة وثيقة بالأذرع التي تعمل مع الحرس الثوري، كان في لبنان أو في سوريا أو بالعراق، وبطبيعة الحال منها حزب الله، وهو موضع ثقة أيضا عند حزب الله. يعني يستطيعون أن كما تفضل وقال ضيفك في الاستديو أن اللقاءات تعقد في دقائق وتعطى المواعيد بسرعة لعبد اللهيان عند حزب الله، فيما لم يكن ظريف بهذه الأريحية. كما أيضا تشير المعلومات لأن عبد اللهيان كان يخطط لزيارة بيروت الخميس المقبل، يعني بعد يومين كان ينوي زيارة بيروت للقاء أمين عام حزب الله، وقبل طبعا أن يحدث حادث سقوط المروحية، يعني لتكون هذه الزيارة هي الثالثة له بعد اندلاع الحرب في غزة إلى بيروت، والخامسة أو السادسة منذ تبوئه منصب وزير الخارجية، وهذا لم يحصل في السنوات الأخيرة مع أي من الوزراء الخارجية الذين مروا خلال السنوات العشر الأخيرة في إيران. يعني كان عبد اللهيان يأخذ أريحية أكثر كونه موضع ثقة عند الحرس الثوري، ويعرف كيف يدير الدفة الدبلوماسية لمصلحة سياسات الحرس الثوري، وكان يوجه يصور أو كان هو الوجه الدبلوماسي الواجهة الدبلوماسية لهذه المؤسسة العميقة التي ترسم سياسات إيران وأذرعها في المنطقة. دكتور عمر، أيضا يعني في سؤال مطروح الآن حول تأثير ما حصل هذه الحادثة إلى الآن على العلاقات الإيرانية مع الدول العربية، هل تعتقد أنه هذا الموضوع له تأثير إيجابي سلبي، سيتم الحفاظ على هذه العلاقات من الجانب الإيراني وأي حكومة جديدة أو لا؟ لن يحدث تغيير يذكر مع أي حكومة جديدة في إيران مع العالم العربي، وستجرى الانتخابات في موعدها، وسينتخب على الأرجح رئيس محافظ، أو إذا جاء إصلاحي فسيكون نتيجة أن المحافظين يرضون عنه وليس نموذج الإصلاحيين الذي شهدناه في فترات سابقة. وسيبقى التحدي في متعلق بمستقبل النموذج الإيراني، يعني شكل العلاقة بالعالم العربي وربما العالم متوقف على هذا الانتقال من نموذج يسيطر فيه المرشد الأعلى للجمهورية على مفاصل الدولة وعلى المؤسسات الدستورية، إلى ربما بعد غياب خامنئي، ربما بعد ما أن يضعف تلك الهالة الموجودة على شخصية المرشد، يعني بوفاة الخميني، ثم ربما بعد غياب خامنئي، ثم ظهور يعني مرشدين يكونوا يعني أضعف من مكان عليه الحال في الفترات السابقة، هنا يمكن أن نتحدث عن وجود مرشد يملك ولا يحكم مثل نظم أخرى كثيرة. نعم. هذا له علاقة كما قال الزميل من طهران بالخبرة الشيعية، لكن يعود الإرادة للشعب، يختار رئيس، يختار مؤسسات، أن تكون هناك محكمة دستورية وليس مجلس صيانة الدستور، وأن تنتقل إيران وتصبح دولة في رأيي طبيعية تدير علاقتها بالعالم العربي وباقي دول العالم وفق مؤسسات دستورية وسياسية واضحة، لا تعرف هذه الازدواجية التي نشهدها جيش وحرس ثوري، مؤسسات دولة ومؤسسات موازية.
هنا يمكن أن نقول أننا عدنا إلى علاقات طبيعية مع العالم العربي، لكن فيما عدا ذلك ستبقى الأمور كما هي. هناك علاقات حدثت مع تحسن مع السعودية، عودة للعلاقات مع عدد من الدول العربية، لكن لا نستطيع أن نقول أننا أمام تحول كبير في المشهد الإيراني حتى هذه اللحظة. شكراً لك ضيفنا من القاهرة دكتور عمرو الشوبكي المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. شكراً لضيفنا من بيروت الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان. أيضاً أشكر ضيفنا من طهران الدكتور حسين روي وران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. وأيضاً أشكر ضيفنا هنا في الاستديو صالح حميد الباحث في الشأن الإيراني في قناة الحدث. شكراً لكم جميعاً. إذن كان مشاهدين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد ظهر للمرة الأخيرة في مقطع فيديو وهو على متن المروحية التي تحطمت خلال عودته إلى طهران. كانت تلك اللحظات الأخيرة قبل أن تفقد آثار المروحية. هذه آخر صور لمروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وهي في طريقها إلى الحدود مع أذربيجان. رئيسي كان مع وزير خارجيته حسين عبد اللهيان ومسؤولين آخرين، وهنا ظهروا داخل المروحية في مشهد أكثر وضوحاً. رئيسي توجه لافتتاح سد في أقصى شمال غرب إيران والتقى هناك بالرئيس الأذربيجاني إلهام عليف. يمكن لهذا السد أن يوفر عبوراً آمناً جداً للبضائع والركاب والسياح، ونظراً لمدى جدية تنفيذ العمل أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتاً أقل مما كان متوقعاً في الأصل. وبعد استكمال مراسم افتتاح السد توجه رئيسي ومن معه إلى المروحية للرجوع إلى طهران، وفي الطريق تحطمت المروحية بسبب الضباب الكثيف ليتم إعلان خبر فقدان طائرة الرئيس. تمكنت فرق البحث الإيرانية من العثور على المروحية التي كانت تقل رئيسي بعد ساعات من الإعلان عن فقدانها، حتى وجد ركام المروحية في منطقة وعرة قرب الحدود مع أذربيجان، وتم إعلان مصرع الرئيس ومن كان معه. والمروحية التي سقطت هي واحدة من ثلاث مروحيات كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.
أخبار الليلة من الحدث. الساعة الثانية من الأخبار الليلة، أحييكم من جديد وإليكم تذكيرا بأهم الملفات. مقتل رئيسي يبقى الخبر الرئيسي. خلف رئاسي مؤقت وانتخابات بعد 50 يوما، إضافة لتبعات هذه الحادثة داخليا وأقليميا، فيما الجنائية الدولية تطالب باعتقال نتنياهو والسنوار. ونعود أيضا للتذكير بالعناوين. حداد في إيران لخمسة أيام على رئيسي وعبد اللهيان، والرئيس المؤقت يقول إن إدارة البلاد لن تتأثر. المعارضة الإيرانية تصف مقتل رئيسي بالضربة الاستراتيجية. وبحثنا وما زلنا نبحث في الأخبار الليلة تبعات حادث داخليا وإقليميا ونوويا. نظام الإشارة في مروحية رئيسي كان معطلا أو مقفلا بحسب أنقرة، وظريف يتهم العقوبات بسقوط المروحية الرئاسية الإيرانية. نتنياهو والسنوار وغالنت وهنية والضيف في سلة واحدة لدى الجنائية الدولية، طلبت مذكرة اعتقال بجرائم حرب. في الساعة الثانية، لا يزال خبر مقتل رئيسي خبر الساعة وخبر اليوم. تساؤلات عديدة وتبعات غير واضحة بعد. المرشد الإيراني علي خامنئي توجه بكلمة أعلن فيها الحداد لخمسة أيام في إيران. وفي التفاصيل، قتل رئيسي ووزير الخارجية عبد اللهيان وسبعة في حادث تحطم مروحية شمال غرب البلاد، على أن تقام جنازة رسمية بعد غد في مدينة تبريز. قبل الإعلان عن مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تسارعت التطورات والأحداث، والسؤال المطروح: ماذا جرى لطائرات الهليكوبتر التي كان رئيسي على متنها مع مرافقيه؟ الهلال الأحمر الإيراني قال إن المروحية تحطمت على ارتفاع 2500 متر. هذه الرحلة التي قادته إلى منطقة افتتاح السدين المشتركين مع جمهورية أذربيجان كانت الأخيرة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. ذهاب دون عودة للرئيس الثامن لإيران، فسوء الأحوال الجوية أدى لسقوط طائرة الهليكوبتر التي كان على متنها برفقة مسؤولين بارزين في طريق العودة إلى تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية. حادث تفاعلت معه وسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع فيديو متداولة لفرق الإنقاذ التي سابقت الزمن لمعرفة مكان الحادث وإيجاد حطام الطائرة المفقودة، فيما نقلت الصورة من الداخل الإيراني مشهد التضامن والتآزر مع الرئيس إبراهيم رئيسي، الشخص المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي، وأيضا من قيادات الحرس الثوري. وبعد عملية بحث استمرت لساعات طويلة في منطقة معروفة بتضاريسها الجبلية في غابة ديزمار التي تقع في المنطقة العامة بين ورزقان وجلفة بمحافظة أذربيجان الشرقية، تمكنت فرق الإنقاذ من العثور على طائرة الهليكوبتر منفجرة ومحترقة بشكل شبه تام. إعلان وفاة رئيسي قابلته تساؤلات ملحة تطرح عند شغور منصب الرئاسة في البلاد، فهل سيكون المساعد الأول للرئيس قادرا على أداء وظائفه في المرحلة المقبلة وفق ما تنص عليه المادة 31% من الدستور الإيراني؟
قال المجلس الاستراتيجي الإيراني للعلاقات الخارجية أن مسار السياسة الخارجية للبلاد سيستمر بكل قوة بتوجيهات من المرشد الإيراني علي خامنئي، بحسب بيان للمجلس عقب إعلان وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث سقوط الطائرة. نقلت وكالة أرنا عن رئيس الأركان الإيراني محمد باقر قوله إن القوات المسلحة مستعدة لتقديم أي دعم للحكومة تحت مسؤولية نائب الرئيس محمد مخبر. وأضاف باقر أن القوات المسلحة الإيرانية ستظل إلى جانب الحكومة وفي خدمة الشعب. يعاني أسطول المقاتلات العسكرية والطائرات المدنية في إيران مشاكل فنية بسبب العقوبات الدولية التي تحول دون وصول السلطات المعنية إلى قطع الغيار والبرمجيات اللازمة للصيانة. وفي أكتوبر الفائت أشار عباس علي أبادي وزير الصناعة والتجارة الإيرانية إلى تهالك الأسطول الجوي، قائلا بوجود مقبرة للطائرات الرابضة في مطار مهرباد في العاصمة طهران. نستعرض بعضا من حوادث الطائرات في إيران في السنوات الماضية. ومن الكويت ينضم إلينا الآن لمناقشة هذه التطورات رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام الدكتور فهد الشليمي. مساء الخير دكتور فهد، أهلا بك معنا في الأخبار ليلة هذا المساء. يعني نبدأ بالتفاصيل الموجودة إلى الآن رسمية وغير رسمية، ونبدأ يعني بالتفاصيل التقنية التي حصلت قبل أن نقرأ مع حضرتك بالسياسة نظرا لخبرتك كذلك الأمنية. يعني اليوم نتحدث عن طائرة هليكوبتر يتهمون العقوبات بأنها حالة دون صيانتها، ويعني وقعت لوحدها بدون الطائرتين الأخريين اللتين كانتا ترافقانها. فعليا ماذا يقرأ من هذا الشكل لهذه الحادثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله مساءكم. أهلا فيك. يعني الحقيقة حادثة مؤلمة لبلد جار لمنطقة الخليج العربي ويقع الخليج العربي، لكن بلا شك يعني منظومة التسليح عندهم متضررة، هي متضررة منظومة التسليح الغربية سواء كانت الطائرات الهليكوبتر أو حتى الطائرات الجت اللي عندهم أكيد، لكن أنا أشوف جهدهم لم يكن منصبا لتحديث أو تطوير أو صيانة الطائرات اللي وقعت، جهدهم كان منصب لإنتاج سلسلة صواريخ وطائرات مسيرة. يعني الاستثمار اللي عملوه ما عملوا في صيانة الطائرات أو ما عملوا في جهد سياسي لمحاولة إصلاح الأمور. يعني نجد إيران متفوقة في الطائرات المسيرة، متفوقة في أنظمة الصواريخ، لكنها في سلاح الجو أو في الأسلحة الأخرى الحقيقة يعني نشاهد الحوادث. وأعتقد يعني شكر وتقدير بصراحة لقناة الحدث وقناة العربية على التغطية الرائعة جدا يعني، والمعلومات اللي خذيناها من مختلف المتخصصين، فشكرا لكم. يعني عملتوا عملية تثقيف من البارح وإحنا نتابع صراحة، فشكرا لكل العاملين الحقيقة في القناتين. وفي الواقع في كثير من التفاصيل التي نحاول تطرق إليها دكتور فهد، وهي يعني غير واضحة ليس فقط لنا بل لكل المتابعين. بس اسمح لي ألفت هنا إلى خبر عاجل ننقله الآن عن الخارجية الأمريكية.
تقول لأسباب لوجستية لم نتمكن من توفير المساعدة التي طلبتها إيران في حادثة تحطم مروحية رئيسي. إذن على ما يبدو إيران طلبت المساعدة كذلك من الولايات المتحدة كما طلبت من الاتحاد الأوروبي الذي قدمها لهذه المساعدة، ولكن أمريكا لم تقدم هذه المساعدة والآن تقول أن ذلك حصل لأسباب لوجستية. هذا السؤال مع حضرتك ننقله لحضرتك دكتور فهد، يعني اليوم هل هي الأسباب لوجستية فعليا لأمريكا أو أنه هناك أسباب سياسية، خاصة وأنه يعني أمريكا تأخرت كثيرا بالتعزية ويعني بالبيان، هناك رسائل تعزية بس بنفس الوقت رسائل تقول أن العقوبات مستمرة ومتواصلة، بالتالي يعني نحن أصلا كما يعني الخارجية كذلك على ما يبدو الآن أن هناك يعني معلومات أخرى تخرج عنها. إذن إلى جانب طبعا الأسباب اللوجستية، البيت الأبيض يقول أنه يدي الرئيس الإيراني الراحل ملطختان بالدماء. إذن دكتور فهد، رسائل من هذه الجهة ومن تلك الجهة، ما هو فعليا الموقف الأمريكي برأيك والأسباب الأمريكية بعدم المساعدة؟ أنا أعتقد الموقف الأمريكي حرج جدا. ليش؟ لأن في سنة انتخابات في 23 نوفمبر الأمريكان عندهم انتخابات رئاسية، وإيران يعني هم يمشون على خط دقيق الأمريكان، وإيران متدخلة في مناطق كثيرة الحقيقة، وفيه مشاكل وفي عقد بينهم، وأنا أعتقد الإيرانيين يمكن طلبوا المساعدة بصور الأقمار الصناعية لأن كانوا معطينهم التوقيت بحيث أنه يظهر أين وقعت الطائرة، لكن أيضا حتى الأقمار الصناعية فيه كان في مشكلة في الطقس وفي الغيوم. الأمريكان الآن التصريح البيت الأبيض نسف كل الكلام اللي دعاوي أنه والله لأسباب لوجستية، يقول أن الرئيس الإيراني الراحل يديه ملطختان بالدماء، وبالتالي هو يغازل فئة من المرشحين وبالتحديد الإيرانيين الأمريكيين المتواجدين بكثرة في لوس أنجلوس وفي كاليفورنيا بشكل عام. النقطة الثانية، هو لا ينظر الآن لرئيسي، رئيسي راح، هو الآن يريد أن ينظر إلى المستقبل، فما يهمه يعني سواء أبن رئيسي أو تحدث ضد رئيسي، هم يريدون الآن مش بعد 50 يوم، هم يريدون الرئيس القادم الذي تقول الأخبار أنه قد يكون قليباف اللي هو رئيس البرلمان الحالي. فيعني الأمريكان من الصعب أن تأخذ منهم موقف، لأن الرئيس الموجود هو لمدة 50 يوم أو 60 يوم إلى شهر 7، الرئيس القادم لا أحد يعلم وإن كان في توقعات بعدها. طيب، 3 شهور حتخش أمريكا على انتخابات، فإحنا نستنى من هنا إلى يناير هذه الحالة 2025. طيب، كان في رسالة لافتة من المرشد الإيراني دكتور فهد بالأمس، وقيل أنه هي ليست فقط رسالة إلى الداخل وإنما أيضا للخارج، حين قال أنه شؤون البلاد تسير بشكل طبيعي حتى لو قتل الرئيس وقتل وزير الخارجية وكل من معهم. هل هي بقراءتك رسالة كذلك للخارج؟ هل هي للقول أنه كل ما كان جاريا أو كل التفاهمات التي كانت موجودة هي مستمرة نظرا إلى أنها لا ترتبط بهذين الشخصين أم لا؟ صحيح، ممتاز النقطة هذه لارا اللي ذكرتيها. الرسالة أتت من المرشد، والمرشد هو السبريم، هو المظلة الكبيرة، وبالتالي كل شيء هو حقيقة تحت يعني رقابة وموافقة المرشد، الباقين هم زي الرؤساء التنفيذيين، فهو قال لن يتغير شيء. أنا أعتقد رسالته هي للداخل الإيراني مش للخارج، لأن النظام الآن يخاف من الداخل، نسب الانتخابات المنخفضة جدا المتردية، الحقيقة عدم الرضا، عدم القبول، الاحتفالات، في ناس احتفلوا لما قالوا الرئيس سقط الطيارة، بدأوا في بلدة البنت اللي انقتلت في المناطق الكردية الإيرانية، نعم، مهسا أميني. أيوة، أو جينا أميني. أيوة، فالحقيقة في تراقب السوشيال ميديا الإيرانية اللي في الخارج اليوم، ابن الشاه
ابن الشاه يقول يعني هذه مرحلة دكتاتورية لإيران تحدث في وسائل. فبالتالي يعني هو يريد أن يقول للشعب لن يتغير شيء. وحتى الآن وحتى المحللين يناقشون يقولون أن قاليباف اللي هو رئيس البرلمان هو اللي حيكون الرئيس. يعني من الآن الأمور محسومة. وأن كل من يترشح من الأطراف الأخرى سوف مصلحة تشخيص النظام أو مجلس صيانة الدستور حيلغيه. فيعني الأمور كلها تحت يعني محرك واحد. فالرسالة كانت الحقيقة للداخل بشكل خاص وللخارج بشكل عام، والخارج مدركين هذا الموضوع والداخل محبطين ولن يشاركوا في الانتخابات وسوف تكون حتى النسب أقل. شكرا لك ضيفنا من الكويت رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام الدكتور فهد الشلامي على هذه المداخلة معنا في الأخبار الليلة. أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان عن تعازيهما لرئيس السلطة التنفيذية الإيرانية بالإنابة محمد مخبر في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وكانت كل من الإمارات وقطر ومصر وسوريا والعراق وبلدان أخرى عزت في مقتل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته ومرافقين لهم في حادث تحطم طائرة هليكوبتر بشمال غرب البلاد. وفي بيان لمجلس التعاون الخليجي أكد الأمين العام للمجلس محمد البداوي على تضامن مجلس التعاون مع الحكومة والشعب الإيرانيين في هذه الظروف العصيبة. وفي موسكو بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية عبر فيها عن تعازيه الحارة في الفاجعة الكبيرة التي ألمت بشعب إيران. كما قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازية في وفاة رئيسي، وأكد مواصلة تركيا الوقوف إلى جانب جارتها إيران في هذه الأوقات الصعبة. هذا وأعلنت كل من حكومتي سوريا ولبنان الحداد الرسمي لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام طيلة هذه المدة، فيما أعلنت الحكومة الباكستانية الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد تضامنا مع إيران كما فعل العراق. نفى مسؤول أمريكي وجود أي دليل على تدخل أجنبي في حادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وحول ما إذا كان لوفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته أي تأثير متوقع على العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، استبعد المسؤول الأمريكي حصول أي تغيير كبير في العلاقات بين البلدين بحسب ما نقلت شبكة NBC نيوز. ضربة قوية للمرشد علي خامنئي، هكذا يرى محللون إسرائيليون تداعيات مقتل الرئيس الإيراني على المشهد السياسي في البلاد. فبحسب الخبير في الشؤون الإيرانية بمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي راز زمت، لا ينبغي الاستهانة بأهمية رئيسي والذي يعد الأكثر ولاء للمرشد علي خامنئي، لذا فهذه الضربة شخصية له وفقا لما ذكره الخبير الإسرائيلي في مقابلة مع هيئة البث.
ورغم أن صلاحيات رئيس إيران اقتصادية وسياسية، لكنه يشغل أيضا منصب رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، وبالتالي يتمتع بنفوذ كبير. مع ذلك لا يتوقع زمت تغييرا في السياسة الأمنية الإيرانية تجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن الشخص الذي ينسق السياسة الأمنية هو قائد فيلق القدس. حول مقتل وزير الخارجية عبد اللهيان، توقع الخبير الإسرائيلي أن يكون له تأثير على النظام السياسي في إيران نظرا لانخراطه العميق في إدارة الشؤون الإقليمية. المحلل الإسرائيلي قال إن إيران سوف تواصل دعمها للفصائل في غزة، لكنها ستكون أقل قدرة على الانخراط في أشياء أخرى بعد هذا الاضطراب الكبير. رأي آخر يضيفه المحلل في القناة 12 الإسرائيلية عساف روزنويج، وهو أن السياسة الإيرانية تجاه المنطقة ستستمر دون تغيير. النتيجة المحتملة لوفاة رئيسي قد تسبب صدمات في السياسة الداخلية، ويرجع ذلك إلى أن رئيسي كان مرشحا محتملا لخلافة خامنئي. يعتقد المحلل الإسرائيلي أن الذي سيترك فراغا كبيرا هو عبد اللهيان، الذي كان عاملا مهما ومركزيا للغاية في تنسيق الأنشطة الإيرانية في المنطقة، كما شارك بشكل كبير في كل ما يحدث في الشرق الأوسط. من المؤكد أنه كان شخصية شعبية في بلادنا، وليس من السهل استبداله. سنشعر بغيابه دائما. آمل أن ينتخب الناس بديلا يسلك نفس المسار الذي سلكه. لقد حاول القيام بواجباته بشكل جيد، لكنني لا أعتقد أنه كان ناجحا كما ينبغي. لقد قام بواجباته، لا أقول إنه لم يفعل، لكنه كان ضعيفا بعض الشيء. أعتقد أنه لم يبذل القدر اللازم من الجهد من أجل الناس. هذا هو شعوري. لقد كانت أخبار مزعجة، كان الأمر مقلقا، كنا حزينين جدا، لم أتمكن من النوم حتى الآن، كنا قلقين مما يمكن أن يحدث لرئيسنا الموقر والمحبوب ورفاقه، ولقد كان مصيره الموت وكان ذلك مزعجا للغاية. أنا متفائل بالمستقبل ولا أعتقد أننا نواجه أي مشاكل خاصة، رغم أن الضغط كبير من قبل الخصوم، إلا أننا نأمل أن لا تكون هناك مشاكل. لقد شهدنا الكثير من مثل هذه الحوادث في الماضي، وأعتقد أن هذه الحادثة لن تتسبب أي مشاكل خاصة. من أوهايو معنا لمناقشة أيضا هذه التطورات جينا وينستانلي، السفيرة الأمريكية السابقة ومديرة مركز سياسة الشرق الأوسط. أستاذة جينا، مساء الخير لك، أهلا بك معنا في الأخبار ليلة هذا المساء ودائما على شاشتنا. أريد أن أبدأ بموقف أمريكا قبل تحدث قليلا عن وضع إيران الداخلي. هناك يعني ما يفهم من بعض المراقبين بأنه هناك تضارب بالموقف الأمريكي. أمريكا عزت بالرئيس، ولكن بعد ساعات طويلة من إعلان الوفاة، بنفس الوقت أكدت على استمرار العقوبات، ولكن تحدثت عن عدم تقديم مساعدة للفرق البحث لأسباب لوجستية، وبنفس الوقت قالت أنه يدي الرئيس الذي قتل بالأمس ملطخة بالدماء. كيف يمكن فهم هذا الموقف الأمريكي؟ هل هو محاولة لتأمين كل الجوانب نظرا إلى أن الإدارة الأمريكية بفترة انتخابات أو ماذا؟ والله هذا الاقتراح ربما يكون معقولا. أولا، الحكومة والقيادة الأمريكية بلا شك ستقدم التعازي لحادثة مثل هذا، وهذا هو الرد المباشر لهذه الحادثة، ولكنه لا يغير الإطار العام لعلاقاتنا الثنائية، والتي هي معقدة وحساسة جدا. وكما أشرت، هنالك العديد من وجهات النظر تجاه هذه العلاقة، كيف يجب أن تمضي، إن كان يجب أن تمضي أصلا. ونحن نعرف من الثامنة من أكتوبر وما بعده أننا عملنا بكل حذر مع الحكومة الإيرانية والحكومة الأمريكية لمحاولة احتواء العنف في المنطقة. إذن هنالك بلا شك وفي عدة بيانات صادرة من أطراف مختلفة من القيادة الأمريكية، سواء مجلس الشيوخ أو الفرع التنفيذي. طيب، بموضوع أنه الأسباب اللوجستية التي حالت دون تقديم الولايات المتحدة للمساعدة، أريد أن أتوقف هنا عند هذا الأمر. يعني هل فعليا ليس لدى الولايات المتحدة قدرة لوجستية؟
I would think it was highly unlikely that we على الأرجح لدينا هذه القدرة، ولكن من دون وجود علاقات دبلوماسية فهنالك تحديات لإيصال المساعدات من مكان إلى آخر، لأن القنوات المعتادة غير متاحة. ولكن مع قول ذلك، هنالك عدد من الدول التي هي قريبة من إيران ولديها القدرات الكبيرة، وفرت المساعدات. مثلا تركيا والسعودية قدمت عرضا، والاتحاد الأوروبي أيضا قدم عرضا. وفيما يخص أي عمليات متابعة أو استعادة بعض المواد التي حصلت هناك، فهناك مساعدة. طيب، بالنسبة للعلاقات الأمريكية الإيرانية أستاذة جينا، نحن نتحدث عن مرحلتين انتقاليتين الآن بتنا للدولتين. يعني بالنسبة لإيران ننتظر رئيس جديد، انتخابات جديدة بعد 50 يوما، وحكومة جديدة وكل هذه التفاصيل، وبالنسبة لأمريكا ننتظر انتخابات جديدة. هذه الفترة إلى حين تكون الصورة كاملة للبلدين، كيف برأيك ستتبلور العلاقات، وخاصة التفاهمات التي قيل بمرحلة سابقة إنها كانت موجودة والتي تتعلق بعدم التصعيد بالمنطقة؟ أعتقد أن كلا الطرفين سيمضيان بكل حذر. من حسن الحظ أن الجانبين حصل بينهما تواصل منذ 8 أكتوبر، وهناك أولويات مشتركة لأمريكا وكذلك إيران لعدم تصاعد الحرب في غزة إلى نطاق لا يمكن السيطرة عليه. وشاهدنا بعد هجمات حماس، الحكومة الإيرانية أكدت وضمنت أن أمريكا وإسرائيل أنهما لم يمنحا الضوء الأخضر لهجوم حماس، وأنهم لم يوافقوا عليه قبل شنه. وكذلك عندما هاجمت إسرائيل المواقع الإيرانية داخل سوريا، أمريكا أيضا بدورها حاولت جاهدة للتوضيح بأنها لم توافق على هذا الهجوم، ولم تمنح إسرائيل الضوء الأخضر، ولم تعرف عنه قبل وقوعه. هذه خطوات هامة، ولو كانت هنالك علاقات دبلوماسية بين البلدين، ولكن كما ترين فإن الدبلوماسية هي تحقيق المكاسب في هذا الجانب من خلال الاستمرار بفتح قنوات التواصل وعمل الطرفين من أجل احتواء النزاع قدر الإمكان. طيب، الدبلوماسية يعني ما زالت تفوز بشكل أو بآخر كما تقولين أستاذة جينا، ولكن السؤال هنا، الدبلوماسية التي حصلت مع إيران هل كانت عبر يعني عميد دبلوماسية، وهنا نتحدث عن وزير الخارجية الإيراني الذي قتل بالأمس، أو أنه التفاهمات الأمريكية الإيرانية الدبلوماسية كانت تحصل على صعيد آخر؟ نسأل أكيد عن الحرس الثوري بهذه الحالة. اتصالاتنا تمر عبر أولا الأطراف الأخرى مثل باكستان، وطرفنا هو سويسرا الأطراف الحامية، ولكن المفاوضات التي جرت في الخليج بمساعدة عمان بالتحديد وقطر ودول أخرى كلها سهلت الاتصالات مع إيران. فبلا شك لم تكن هنالك اتصالات رفيعة المستوى ومباشرة، ولكن أيضا كانت هنالك اتصالات منذ فترة طويلة، منذ بداية المحادثات حول الملف النووي. إذن كلا الدولتين ستعملان جاهدتين لتضمن عدم خروج أي شيء عن نطاق السيطرة. مع اقتراب الانتخابات لكلا البلدين، الوقت حساس للاثنين وأيضا معقد، لأن قادة الدولتين يتعاملان مع ضغوط داخلية وكذلك دولية. شكرا جزيلا لك ضيفتنا من أوهايو هذا المساء جينا وينستانلي، السفيرة الأمريكية السابقة ومديرة مركز سياسة الشرق الأوسط، على مداخلتك معنا في الأخبار الليلة.
فسر كبير المختصين في مركز الأرصاد الجوية الروسية يفغيني تيشكوفيتس ما حدث لمروحية الرئيس الإيراني فوق الجبال، وقال الخبير الروسي أنه تم تسجيل وجود ما يسمى بالاكتئاب الحراري في منطقة تحطم مروحية رئيسي، أي حدوث منخفض حراري وهطول أمطار وعواصف رعدية ورياح وصلت إلى 21 مترا في الثانية، ما أدى إلى تدهور الرؤية من 3 كيلومترات إلى عدة مئات وعشرات الأمطار. ونوه خبير الأرصاد الجوية بأن الطيران في الجبال في مثل هذه الظروف الجوية محظور. هذه آخر صور لمروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وهي في طريقها إلى الحدود مع أذربيجان. رئيسي كان مع وزير خارجيته حسين عبد اللهيان ومسؤولين آخرين، وهنا ظهروا داخل المروحية في مشهد أكثر وضوحاً. رئيسي توجه لافتتاح سد في أقصى شمال غرب إيران والتقى هناك بالرئيس الأذربيجاني إلهام عليف. يمكن لهذا السد أن يوفر عبوراً آمناً جداً للبضائع والركاب والسياح، ونظراً لمدى جدية تنفيذ العمل أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتاً أقل مما كان متوقعاً في الأصل. وبعد استكمال مراسم افتتاح السد توجه رئيسي ومن معه إلى المروحية للرجوع إلى طهران، وفي الطريق تحطمت المروحية بسبب الضباب الكثيف ليتم إعلان خبر فقدان طائرة الرئيس. تمكنت فرق البحث الإيرانية من العثور على المروحية التي كانت تقل رئيسي بعد ساعات من الإعلان عن فقدانها، حتى وجد ركام المروحية في منطقة وعرة قرب الحدود مع أذربيجان، وتم إعلان مصرع الرئيس ومن كان معه. والمروحية التي سقطت هي واحدة من 3 مروحيات كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له. معنا من بيروت لمناقشة هذه المعلومات التقنية الكابتن مازن السماك، الخبير في شؤون الطيران ورئيس جمعية الطيارين الخاصين في لبنان. كابتن مازن، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة. يعني نحن لدينا كثير من المعطيات التي تحتاج إلى كثير من التحقيق. أولا لنتحدث عن عامل الطقس، هل عامل الطقس فعليا وانعدام الرؤية بسبب الضباب والطبيعة الجبلية قد تؤدي إلى سقوط طائرة هليكوبتر؟ وهل هذه العوامل يصعب التنبؤ بها قبل إقلاع هذه الهليكوبتر؟ مساء الخير سيدتي. طبعا الطقس هو العدو الأول للطيارين. إذا كان الطيار يعني ما استعد له، عادة الطيار قبل القيام بأي رحلة بيكون عنده طقس بسموه، نحن بسميه المتار، يعني الأكشوال وذر اللي عنا إيه حاليا، بيكون عنده بين إيديه شيء اسمه تاف، يعني هو الفوركاستد وذر اللي بده يصير خلال الرحلة وفوق المناطق اللي طالع فيها وعلى أي ارتفاعات لا يوصل للديستينيشن اللي إلها. وبكون عنا خرائط معينة بتبين سرعة الهواء اللي على ارتفاعات معينة، وهذه كلها نحن بنعرفها قبل القيام بالرحلة، وعلى أساسها منقوم بالرحلة ومنقول إذا منمشي بهذا المسار أو منغير المسار أو منعدله أو مننتظر شوي أو منلغي الرحلة نهائيا إذا كان الطقس سيء جدا. هلأ اللي صار، يعني أنا شفت تقرير الخبير الروسي اللي هلأ حضرتكم حطيته، نوعا ما صحيح، لأنه هذه ظاهرة طبيعية اسمها advection fog. عادة يعني بيجي الهواء الساخن نوعا ما والمشبع بالرطوبة، ما ننسى أنه المنطقة فيها مطر، فإذا الهواء مشبع بالرطوبة والهواء بيكون سرعته متوسطة إلى سريعة، فلما بينزلق هذا الهواء بالوديان الوعرة اللي هي طبيعة هذه المنطقة بالذات بيسخن، وعندما يسخن يرتطم بالأرض الصلبة الباردة، وهذا الفرق بين الهواء الساخن والأرض الباردة هو الذي يسبب هذا التبخر وبيطلع الضباب الكثيف. وكل ما تكون الفرق بالحرارة بين الهواء وبين الأرض كل ما بيكون الضباب أكثف، وهذا طبعا مزعج جدا للطيارين، ولكن هذا طبعا يتوقف على التجهيزات الموجودة على تلك الطائرة، لأنه هناك في تجهيزات حديثة جدا يعني بيقدر الطيار يعتمد عليها وتتيح له يعني الراحة في الطيران، خلينا نسميها هيك، وما يكون هذا الطقس عائق لحتى للطيار لحتى يقدر يكفي رحلته بسلام. طيب
بما أنه الطقس هو العدو الأول كما تقول حضرتك للطيارين، هل يمكن أن يحول هذه الحالة لقطع الاتصالات لطائرة هليكوبتر تحلق بالسماء، خاصة بظل أنه نحن لدينا معطيات تقول بحسب المصادر التركية إلى أنه نظام الإشارة إما كان معطلا إما كان مغلقا، هل يمكن لوم ذلك على الطقس أيضا أو هذا النظام لا يتعلق، لا علاقة له بالطقس؟ لا علاقة لنظام الاتصالات بالطقس، يعني عادة حتى لو كان الطقس سيئا يبقى نظام الاتصالات في الطائرة يعمل بشكل طبيعي، وفي عدة أنظمة اتصالات، يعني في الراديو اللاسلكي اللي كلنا بنعرفه، وهذا أكيد بيصير بقمرة القيادة بين الطيار وأبراج المراقبة، وفي أنظمة مثل يعني بسموها يعني نظام مثل رادار بيحدد موقع، بسموه ترانسبوندر، بيحدد موقع الطائرة وارتفاعها، وهذا ببين يعني هذا نوع من الكوميونيكيشن بين الطيار وبين برج المراقبة، حتى لو الطيار ما تكلم بيكونوا عارفين الطيارة وين عم تتحرك، على أي ارتفاع ماشي وكيف اتجاهها. فمشان هيك بحالة الطوارئ الطيار هون بيقوم بوضع رمز معين 7700 7700، ساعتها بيعرفوا أبراج المراقبة المحيطة حتى لو ما تكلم الطيارة أو لو حتى ما أعلن عن حالة الطوارئ، بيعرفوا أنه تلك الطائرة في عندها حالة emergency ولازم نشوف شو بدنا نعمل فيها، بيضوي عندهم يعني red alert أو أحمر أو إنذار. ففي كتير أجهزة تواصل بدون ما يتكلم الطيار. طيب يعني إذا مع أو على الأقل مع المعطيات الموجودة إلى الآن كابتن، ما الذي يمكن وضعه من فرضيات لسقوط هليكوبتر الرئيس الإيراني؟ سؤال مهم الحقيقة، وهذا يتوقف على التسجيلات التي حدثت في قمرة القيادة بين الطيار ومساعده وبين أبراج المراقبة. يعني نحن لا نعلم حتى الآن ماذا حدث في تلك التسجيلات، ما بنعرف إذا كان في تسجيلات بالأساس أم لا. يعني اليوم عادة وقت بيصير في حالة طوارئ يقوم الطيار مثل ما حكينا بالاتصال بموجة الطوارئ وبيعلن عن حالة الطوارئ، بيقول أنا في حالة طوارئ، بيسألوا برج المراقبة، هذا سيناريو معتمد، بيسألوا برج المراقبة ما هي طبيعة حالة الطوارئ التي لديك، بيجاوبوا الطيار وبيرجع بيقول له برج المراقبة لما يكون عندك وقت، لأنه بيكون بحالة يعني حالة صعبة، بيقول له إذا بتريد حدد لي عدد الركاب. طيب. وحدد لي قديش عندك فيول لحتى نعرف كيف نتصرف. هذه عادة الإجراء المتبع. هل قام الطيار بهذا الإجراء؟ ما فينا نعرف. هل تم التسجيلات؟ يعني هل سمعنا التسجيلات بين الطيار وبرج المراقبة؟ ما نعرف بالفعل. يعني في سؤال هون أنه الصندوق الأسود غير موجود، هل هو عادة غير موجود بطائرات الهليكوبتر أو بهذه الطائرة بشكل خاص؟ عادة الصندوق الأسود يعني بيكون موجود بالطائرات الحديثة. هلأ بطائرات الهليكوبتر كتلك الطائرة ممكن يكون موجود ممكن ما يكون موجود، أنا لا أدري إذا كان يعني إذا كانت تلك الطائرة مزودة بصندوق أسود أم لا، بس الأكيد المؤكد منه أنه فيها شيء اسمه ELT Electronic Locator Transmitter، طائرة بتبث موقعها عبر ترددات معينة تلتقطها أبراج المراقبة والمسعفون ليحددوا موقعها، وهذا أكيد الطائرة موجودة فيه، ولكن يمكن طبيعة المنطقة الوعرة أخرت وصول تلك الترددات أو لم تصل بوضوح. بس نحن لو بنعرف مثلا نبرة الطيار، يعني صوته ونبرته شو كان عم بيقول، أكيد كنا منحدد طبيعة حالة الطوارئ اللي كانوا عم بمروا فيها، وساعتها ممكن نروح لاستنتاجات إذا كان هذا العمل مدبرا أم لا. شكرا لك ضيفنا من بيروت الكابتن مازن السماك الخبير في شؤون الطيران ورئيس جمعية الطيارين الخاصين في لبنان. ونذهب إلى موضوع آخر وتطورات أخرى كذلك تصدرت الأخبار اليوم مع إبقاء عيننا أكيد على تطورات إيران، حيث أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مذكرات أو طلبات لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وقائد كتائب القسام محمد الضيف.
وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقال مدعي الجنائية الدولية إن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في طلبات مذكرات الاعتقال ضد قادة إسرائيليين مستمرة إلى يومنا هذا. لدي أسباب معقولة للاعتقاد على أساس الأدلة التي تم جمعها وفحصها من قبل مكتبي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية التالية المرتكبة على الأراضي الفلسطينية على الأقل منذ 8 أكتوبر الماضي. تشمل الجرائم تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب والتسبب عمدا في معاناة كبيرة والإضرار الخطير بالصحة أو المعاملة القاسية والقتل العمد ضد الإسكان المدنيين، فضلا عن جرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة والاضطهاد وارتكاب جرائم أخرى غير إنسانية. يزعم أن هذه الجرائم قد ارتكبت في سياق النزاع المسلح المستمر وكجزء من عملية واسعة النطاق ومنهجية الهجوم على السكان المدنيين في غزة بموجب سياسة الدولة. ومن المؤسف أن هذه الجرائم لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، ويؤكد مكتبي أن هؤلاء الأفراد من خلال خطة مشتركة حرموا بشكل منهجي السكان المدنيين في غزة من الأشياء التي لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة. لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن 3 من كبار قادة حماس وهم يحيى السنوار ومحمد الضيف المصري وإسماعيل هنية يتحملون المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية التالية المرتكبة على أراضي إسرائيل ودولة فلسطين على الأقل من 7 أكتوبر الماضي: الإبادة كجريمة ضد الإنسانية، والقتل كجريمة ضد الإنسانية، وجريمة الحرب وأخذ الرهائن كجريمة. حرب وغيرها من أعمال العنف الجنسي أثناء الأسر كجرائم ضد الإنسانية، والتعذيب أثناء الأسر باعتباره جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، والأعمال اللا إنسانية الأخرى أثناء الأسر باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، والمعاملة القاسية أثناء الأسر باعتباره جريمة حرب، والاعتداء على الكرامة الشخصية أثناء الأسر باعتبارها جريمة حرب. وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مذكرة الاعتقال التي أصدرها مدعي المحكمة الجنائية الدولية بحقه وبحق وزير دفاعه يوآف جالانت، وصفها بسخيفة والكاذبة. كما اعتبر نتنياهو أن مقارنة مدعي عام الجنائية الدولية بين جنوده وحماس هو تشويه كامل للواقع. إن الأمر السخيف والكاذب الذي أصدره المدعي العام في لاهاي ليس موجها فقط ضدي وضد وزير الدفاع، بل موجه ضد إسرائيل بأكملها. إن هذا الأمر موجه ضد جنود الجيش الإسرائيلي الذين يقاتلون ببطولة ضد عناصر حماس الذين هاجمون بوحشية رهيبة في 7 أكتوبر. إلى المدعي العام في لاهاي، بأي جراءة تتجرؤون على مقارنة وحوش حماس بجنود الجيش الإسرائيلي الجيش الأكثر أخلاقية في العالم؟ بأي جراءة تقارن بين حماس التي قتلت وأحرقت وذبحت واغتصبت وخطفت مواطنين وبين جنود الجيش الإسرائيلي الذين يخوضون حربا عادلة لا مثيل لها في الأخلاق؟ هذا وتعهد نتنياهو بالتصدي لأي محاولة لمنع جنوده من القضاء على حماس وضرب كل من يسعى لتدمير إسرائيل. هذا هو بالضبط ما تبدو عليه معاداة السامية الجديدة، فقد انتقلت من الجامعات في الغرب إلى المحكمة في لاهاي. يا للعار! إلى المواطنين الإسرائيليين، أعدكم بشيء واحد: محاولة تقييد أيدينا ستفشل. قبل 80 عاما كان الشعب اليهودي أعزل في مواجهة أعدائنا، ولكن ليس الآن. وأكرر ما قلته عشية يوم المحرقة في القدس: باعتباري رئيسا لوزراء إسرائيل، أتعهد بأن أي ضغط أو قرار في أي محفل دولي لن يمنعنا من ضرب أولئك الذين يسعون إلى تدميرنا. خطوة المحكمة الجنائية الدولية القاضية بإصدار مذكرة اعتقال في حق مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين خلفت ردود فعل لدى قادة إسرائيليين آخرين أيضا، حيث قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق بني غانتس إن طلب الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت هو في حد ذاته جريمة ذات أبعاد تاريخية. بينما شبه وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش إعلان المحكمة بالدعاية النازية، وقال إن على
على جميع الإسرائيليين أن يشعروا بصدور أوامر اعتقال ضدهم بعد هذا الإعلان. أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد فدعا الكونغرس إلى التنديد بالقرار، واصفا خطوة المحكمة الجنائية تجاه نتنياهو وغالنت بالكارثة. وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إن إعلان المحكمة فضيحة ولا يختلف عن مهاجمة ضحايا 7 أكتوبر، وقال إنه فتح غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية. إنها كارثة، كارثة سياسية وأخلاقية. لا يمكن أن يقولوا إنهم أصدروا أوامر اعتقال ضد نتنياهو ويحيى السنوار وهنية ومحمد الضيف بعد أن ذبحونا وأطفالنا في 7 أكتوبر. هنا لا يمكن المقارنة، لن نقبلها ولا يمكن ذلك. إنها حرب لا تغتفر ونحن نديرها، ويجب أن يكون واضحا للجميع أننا لن نبقى صامتين بشأنها. هذا ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالكارثة، واعتبر أنه لا يمكن المقارنة بين إسرائيل وقيادات حماس بحسب تعبيره. على كل، للمزيد من القراءة في هذا القرار ينضم إلينا من القاهرة عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين وعضو اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية. مساء الخير لك أستاذ عصام، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة على شاشة الحدث. يعني أريد أن أبدأ مع حضرتك بداية قبل الدخول التفسيرات. اليوم المحكمة الجنائية طلبت إصدار مذكرات اعتقال، هل هذا الطلب يعني إصدار المذكرات بشكل أو بآخر، أو يمكن ألا تصدر وألا تقبل؟ حسب نظام المحكمة المادة 58 من نظامها، نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية، المدعي العام هو يتولى التحقيق، ويعني حتى مبدأ نشوء التحقيق، فكرة القيام بالتحقيق، هو بحاجة أيضا إلى موافقة الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية، وأيضا قرارات التوقيف أيضا بحاجة إلى قرار وموافقة من تلك الدائرة التمهيدية. هنا لابد من التأكيد على أن بالمقارنة مع المدعي العام في أي بلد في أي دولة، النائب العام هو يمتلك الصلاحية في توقيف من يشاء، وهو منوط به تحريك الدعوة العامة. لكن في حالة المحكمة الجنائية، وجزء من ما أرادت الدول، بمعنى أن إذا أعطيت الصلاحية للمدعي العام للمحكمة، في ذلك مساس بالسيادة كما ادعت عند تأسيس المحكمة وعند الموافقة على النظام أو عند صياغة نظام روما، وبالتالي أنشئت الدائرة التمهيدية لمقاسمة المدعي العام ذلك الاختصاص، بمعنى أنه يستطيع أن يتقدم بطلب بعد أن يستقر ضميره ووجدانه وبناء على ما هو حقيقي وفاكتس on the ground للتقدم للدائرة التمهيدية للحصول على قرار. وبالتالي القرار حتى الآن، نحن نتحدث هنا عن طلب من المدعي العام بإصدار أوامر اعتقال للخمسة، 3 من الفلسطينيين من حماس ورئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير دفاعها، وبالتالي لا زال الموضوع برسم الدائرة التمهيدية، قد تصدر قرارا بالموافقة عليه وبالتالي يصبح نافذا، أو إعادته إلى المدعي العام أو إلغائه، وبالتالي هذا ضمن اختصاص الدائرة التمهيدية، لا شك في ذلك. ولكن الجزء الأهم قد اقتطع يعني من الناحية الزمنية والوقت، وأنا أعتقد أن الدائرة التمهيدية لا تمتلك من الناحية القانونية والأخلاقية أن تقوض من ما أنشأه المدعي العام في هذا الشأن. طيب أستاذ عصام، من ناحية يعني ذكر حماس وهؤلاء القادة بحركة حماس إلى جانب كذلك رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين، في سؤال يطرح، كيف دخلت حماس بهذا الموضوع؟ لأن نحن نعلم أن هذه المحكمة تحقق بناء على قضية مرفوعة من جانب جنوب أفريقيا، لا تتحدث عن حماس بل هي تتحدث عن جرائم إسرائيل. ماذا حصل حتى بدنا نتحدث عن مشهد أوسع بهذه الطريقة؟ هنا نتحدث عن فضائين مختلفين. ما تقدمت به جنوب أفريقيا من طلب هو قدم لمحكمة العدل الدولية، وهي محكمة تنظر في النزاعات بين دول، ولكن المحكمة الجنائية الحالة مختلفة، هي محكمة أفراد وليست محكمة دول، وبالتالي التحقيق فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية عندما تقدمت دولة فلسطين بعد أن أصبحت دولة في العام 2012، ويعني أصبحت لها شخصية الدولة التي تمكنها من التوقيع على الاتفاقيات
وقعت على ميثاق روما، وأصبح ميثاق روما يعني جزء من الولاية الجغرافية تمتد إلى دولة فلسطين. نعم. تقدمت دولة فلسطين بطلب إجراء التحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، وبعد سنوات قررت المحكمة وهنا الدائرة التمهيدية بالبدء في التحقيق في الأراضي الفلسطينية، كان ذلك في مارس 2021. وبالتالي يعني هي تختص المحكمة في النظر في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس. أها. طيب إذا ما صدرت فعلا مذكرة الاعتقال هذه، هل فعليا ستحتم اعتقال نتنياهو وغالانت؟ هنا نسأل بشكل أساسي، إذا ما خرجا من البلاد وتوجها إلى دولة عضوة، أو أنه الحصانات التي لديهم قد تحميهم من هكذا قرارات؟ لا حصانة لأي أحد. من أجل ذلك المحكمة هي محكمة أفراد، وبالتالي التذرع بالمسؤوليات أو الحصانة الممنوحة في أي بلد لا تشكل سببا لعدم الوفاء بالواجب الأخلاقي والقانوني بالتحفظ على هؤلاء الأشخاص عند زيارتهم إلى أحد البلدان. بالتالي هي مسؤولية تلك البلدان في التعاون مع المحكمة وتنفيذ قرارات القرارات يعني هذا الجسم القضائي الكوني. وبالتالي لا حصانة لأحد من مجرمين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب الجرائم التي أشار إليها المدعي العام أو الواردة في نظام روما، وهي أكثر مما تقدم به وأشار إليه المدعي العام. طيب فعليا اليوم إذا يعني لا المسؤولين الإسرائيليين خرجوا من إسرائيل ولا المسؤولين حماس خرجوا من غزة أو حتى من الأماكن الأخرى، ما قيمة هكذا طلب إلى حد الآن وإذا ما تحول فعلا إلى مذكرات اعتقال سياسيا؟ هل يضع ضغطا على الدول الحليفة الآن لإسرائيل والتي تحميها أم لا؟ أولا لننظر إلى القرار ونتأمل في القرار، قرار المدعي العام أو ما ورد في مؤتمره الصحفي اليوم بالطلب من الدائرة التمهيدية بإصدار أوامر الاعتقال. القرار بالغ الأهمية لأنه تطور مهم جدا. نحن كفلسطينيين كضحايا لطالما طلبنا بإعمال مبدأ المحاسبة، لأن الكلمة الأساسية والجوهرية في الأراضي الفلسطينية هي غياب المحاسبة، وهذا ما يفسر الجرائم المرتكبة، لأنه من يأمن العقاب يسيء الأدب، وارتكبت جرائم، والتاريخ لم يبدأ في 7 أكتوبر بالمناسبة، لأن التحقيق المحكمة استقر في وجدانها بأن التحقيق يجب أن يبدأ في يعني عندما تقرر ذلك في مارس 2021 ليعود إلى الخلف إلى يونيو 2014. كل ما ارتكب من جرائم منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا هو وجب على المدعي العام أن ينظر به، لكنه حصر ما 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 يعني التهم أو المنديت إلى أكتوبر 2023. وأيضا القرار يمثل تطورا مهما، لأنه إضافة إلى غياب المساءلة والمحاسبة، لأنه لا يمكن لترك المدنيين الفلسطينيين هكذا يقتلون على النحو الذي نراه. وبالمناسبة الموضوع يمتد إلى العام 48 ثم الاحتلال طويل الأمد، وهنا نقطة العوار الرئيسية في القرار، بأنه لم يشير إلى الاحتلال. الاحتلال بصفته عملا غير شرعي، وهذا ما ذكرته لجنة التحقيق المشكلة من قبل الأمم المتحدة في تقريرها في سبتمبر من العام 2022، بأنه هناك هذا الاحتلال لم يعد قانونيا. وأيضا المدعي العام لم يشر إلى جريمة الجينوسايد الإبادة، والتي قدمت أدلة في محكمة العدل الدولية في الملف جنوب أفريقيا تؤكد على ارتكاب هذه الجرائم. وبالتالي لم يتم تقديم اتهام إلى أي من المسؤولين العسكريين أو الأمنيين، قضية الفرق ورئيس الأركان وحتى المجلس الحربي، يعني هم من أمروا بارتكاب هذه الجرائم، والقانون يقول بأن من ارتكب هذه الجرائم ومن نفذها ومن أمر بتنفيذها هو ضمن طائلة المساءلة. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. ضيفنا من القاهرة عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين وعضو اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام الأخبار الليلة، ولكن التغطية مستمرة بعد قليل مع ماريا بن عادل في 19. شكرا وإلى اللقاء.